هلا الطريقة الثانية ناخذ مباشرة S1 minus S2. هلا إذا شبكت هاي النقطة مع هاي النقطة رح تكون S1 plus S2، مزبوط؟ على فرض طبعا هو المهم نعرف احنا الدوت كونفنشن، عشان هيك مهمة الدوت كونفنشن. نفترض هاي الدوت كونفنشن، أي ترانسفورمر في دوت كونفنشن. الدوت كونفنشن بتقول إنه لما الدوت تكون بوزيتيف عند البرايمري، لما الفولتج الإنبوت فولتج يكون بوزيتيف عند الدوت تبعت البرايمري، رح يكون الأوتبوت فولتج بوزيتيف عند الدوت تبعت الأوتبوت. فهاي الدوت كونفنشن مهمة لأنك بدك تعرف كيف تشبكهم، مزبوط؟ إذا شبكت هذول هيك رح يكون S1 plus S2. فحتى يكون S1 minus S2 شو بنشبك؟ بدنا نطرح احنا AC من AC. ناخذ هاي النقطة نشبكها مع هاي النقطة والأوتبوت بيطلع معي بيكون هون. هذا عبارة عن S1 minus S2، لكن هذول ايش رح يكونوا؟ AC ولا DC؟ AC. هاي عندي هون رح أسمي هذه، هاي راح اسميها اس. اوكي ماشي. هلا لو جينا رسمنا، هلا طبعا انا مشكلتي هون بضيع الفيز معي لما اطرح هون اذا ما قارنت الفيز وعملت ريفرنس. فلو ما قارنا فيز وعملنا ريفرنس شوف شو راح يطلع معنا هون. راح امحي اول شيء هاي وامحي هاي. هلا اذا طرحت اي سي ماينس اي سي واخذت الماجنتيود بيطلع معي شكل زي هيك. خليني ارسمه كمان بالاخضر مره ثانيه. لو طلعت بس على الماجنتيود تبع الاوتبوت راح يطلع معي شكل زي هاد ناقص هاد. وبعدين لما بطرح كمان ما فيش عندي اشاره اذا ما في فيز، راح يطلع معي هذا تقريبا زي هيك. ارجع للزيرو مره ثانيه. على نفس الشيء راح اخذ هذا ستروك وهذا من هون لهون راح اعتبرهم هذول هم ستروك. فالمنطقة من هون لهون راح اعتبرها ستروك. لكن المشكلة عندي انا مش عارف اليمين والشمال، مزبوط؟ فراح نعملها بدائرتين. أول دائرة راح نطرح V، خلينا نسميها VA، وراح أأكد إنها AC من هون، ماينس VB راح نأكد إنها AC، راح يطلع معي V out اي سي، مضبوط؟ وهذا اذا بدي اطلع الماجنتيود تبعه سهل اطلع الماجنتيود تبعته، مش هيك؟ كيف ممكن اطلع الماجنتيود تبعت اي سي سيجنال؟ ممكن نفس الشيء اعملها ريكتيفيكيشن، يعني هلا اللي طلع معي راح يطلع معي في اوت زي هيك شكله. هذه طبعا تذكروا انها تايم هون مش ديسبيسمنت، هذه ديسبيسمنت لمين؟ للروح. هذا زمان. هذا هون عندي في اوت ويساوي VA minus VC VB، بس كلهم هدول AC. اوكي؟ هلا هاي بدي اطلع منها الماجنتيود، شو بقدر اعمل؟ بقدر اعملها بريسايز ريكتيفاير كمان بنفس الطريقة. فإذا مررت هاي أخذت هلا VA وطرحتها من VB. هلا الطرح هون سهل، شو عملنا بكل الطرح؟ كل اللي عملناه بالطرح، وصلنا إن سيريز بس مع كيوسين. هاي طريقة الطرح. ما في اي شيء غلط. طرحنا الاثنين من بعض وصلناهم من سيريز، طلع معي هون في اوت اي سي. هلا شو بعمل فيه حتى احوله ل بدي امرره على بريسايز ريكتيفاير؟ راح يتحول بالشكل هذا، مضبوط؟ اي صار عندي زي هيك. هلا ايش بمرره كمان؟ بقدر اعمل نفس فكره اللو باس فلتر. لانه هذا له افرج، مضبوط؟ راح يطلع معي اوتبوت من هون والاوتبوت هذا راح يكون له افرج، وتذكر انه الافرج هذا راح يكون. لكن ايش اللي خسرته الان هون؟ بعرفش الاشاره تبعته، ما راح يطلع الاشاره هذا، لانه انا طرحت بالاول قبل ما اعمل هناك شو عملنا؟ عملنا بريسايز ريكتيفاير لو باس فلتر، مزبوط؟ وبعدين طرحنا هون، طرحنا بعدين اخذنا بريسايز ريكتيفاير بعدين لو باس فلتر. ضل عندي ايش اللي ناقص الان؟ الساين. ما نعرف ايش الساين. اوكي لما طلعت معي هون، اذا شو بدي اعمل؟ بدي دائره ثانيه الان تطلع لي الساين. الساين يعني مش الساين، مش الساين ويف، الساين الاشاره. بدنا الاشاره تبعت هاي، هل هي موجبه ولا سالبه؟ حتى نعمل هيك شو بنقدر نعمل؟ بدي اقارن، خليني اخذ هاي اسميها في بي. هذه في بي الماجنتيود تبعها كونستنت وما بتغير اتجاه، بتغيرش الفيز تبعها، مش هيك؟ فراح استخدم الفي بي از اي ريفرنس فور فيز.
فهذه بدي استخدمها كرفرنس للفيز، هي راح تفرجيني وين الزيرو فيز بالنسبه للسيجنال. فلاحظوا الان انا عندي هون اشاره اللي هي مثلا في اوت من هون طلعت معي في اوت، في اوت لساها اي سي، لما تكون لساها اي سي يعني عند النقطه هاي، هاي في اوت راح اخذها واجيب في بي وحدخل التنين هذول على شيء اسمه فيز ديتكتر. هلا راح نشوف الدائره بالتفصيل شو هي. ماشي واضح فاهمين شو عملنا؟ هاي لساها اي سي. انا السؤال اللي عم بساله، هل في اوت بوزيتيف بالنسبه لفي بي او نيجاتيف بالنسبه لفي بي؟ بس احنا لما نحكي بوزيتيف ونيجاتيف في الاي سي يعني كانه ايش عمالنا بنقول؟ هل هي ان فيز ولا 180 درجه اوت اوف فيز؟ مضبوط؟ فعمالنا بنسال هون، هلا هون راح يطلع معي بلس 1 او ماينس 1 او اذا بدك راح يطلع معي 1 بلس بلس 1 او 0 او اذا بيطلع معي 0 ديجريز 180 ديجريز. هلا راح نشوف كيف بدنا نطلعه. هذا شو راح يعطيني؟ راح يعطيني الاشاره اللي بدنا اياها هون. لو ضربنا بعدين الاشاره في الدي سي اللي طلع هون راح يطلع معي الاوتبوت اللي بدنا اياه حتى اعرف انه هو يمين الخط ولا شمال الخط. تمام؟ هلا عندي في بي هي ويف فورم الها فيز، في اوت ممكن تاخذ تو فيزز بس ما لهاش غيرهم. ايش الفيزز اللي بتكون يكون في اوت فيه؟ يا بتكون ان فيز، اذا هذه هون ان فيز، هذه في اوت، وهاي هون الفيز انجل ايش؟ زيرو. او ممكن تكون كومبليتلي اوت اوف فيز. مظبوط؟ امتى بتكون في اوت ان فيز؟ لما يكون ايش؟ لما يكون في اي اكبر من في بي. مظبوط؟ وفي اي وفي بي ان فيز، احنا اتفقنا انه اللي طالعين من هون راح يكونوا ان فيز مع في بي. فهذا اس 1 راح يكون او في اي راح يكون ان فيز مع في بي، وفي بي راح يكون ان فيز مع في بي، بس السبب انه طلع عندي 180 درجه لفي اوت لما تكون في اس 2 او في بي اكبر من اس 1، اوكي؟ فاذا هذه ممكن تكون اوت اوف فيز، كومبليتلي اوت اوف فيز. يعني راح تكون الزاويه مش 180 درجه. وهي الريفرنس عندي. هلا لو انا فيش عندي الريفرنس هذا بقدر اعرف انه هذا ان فيز او اوت اوف فيز؟ بقدرش، ما في عندي طريقه اعرف فيها. لازم ارجع واقارن. هلا هون واضح المقارنه، لما تقارن هون ايش بنقول هذول؟ ولما بقارن هون واضح انه اوت اوف فيز. كيف بدي اطلع الفيز انجل هاي؟ او بدي اطلع شيء يتناسب مع هاي الفيز انجل، شو بدنا نعمل؟ بنضرب التو سيجنالز ببعض. هلا هون انا بدي افرجيكم الفيز ديتكتر. الفيز ديتكتر بتقول انه انا باخذ في اوت، بضرب في اوت بفي بي. هذول لهم نفس الفريكونسي؟ مظبوط؟ لهم نفس الفريكونسي، بس ايش اللي بيختلف بينهم؟ يا الفيز انجل بتكون زيرو، يا الفيز انجل بتكون 180 درجة، مش هيك؟ وإذا كانت 180 درجة شو بقدر استعيد عن 180 درجة؟ ماينس 1. إذا راح يصير عندي هلا راح أضرب في أوت أوميجا تي مضروبة في في تي أوميجا تي، يا إما راح تكون في أوت إشارتها بوزيتيف يا إما إشارتها راح تكون نيجاتيف، مظبوط؟ إذا هذول الاثنين ضربتهم في بعض هم عبارة عن ساين أوميجا تي، طبعا في لهم كونستانتس من هون، خلينا نسميها كي 1 كي 2، وراح اسمي هذه كي 1 مثلا وهذه كي 2، وهي يا بتكون ماينس يا بلس، ماينس بلس منها. اذا هاي راح تعطيني ماينس بلس كي 1 كي 2 ساين سكوير، مضبوط؟ مش هيك راح يعطيني لما بضرب ساين بساين؟ طبعا التفاصيل كيف بضرب هذه بنتركها هلا بحكي عنها بعدين، بس راح اضرب التو سيجنالز ببعض. ايش راح تعطيني الان؟ راح تعطيني بلس ماينس حسب انها اوت اوف فيز او ان فيز. كي 1 كي 2 بقدر ابدلهم بكي 3، مش هيك؟ ما بيهموني كثير. راح تعطيني هون ساين سكوير اوميجا تي واللي هي تساوي ايش بدي اعملها؟ ايش بدي احولها؟ بدنا ناخذ هلا راح تصير بلس ماينس كي 3 1 زائد كوساين 2 اوميجا تي على 2، مضبوط؟ إذا لما بضرب تو سيجنالز لهم نفس الفريكونسي شو بنتج عنهم؟ دي سي وكوساين أو ساين له توايس ذا فريكونسي. إذا حطيته بالفريكونسي دومين شو ببين معي؟ أيوة هذا اللي كان هون لما ضربته بنفسه إيش أعطاني؟ أعطاني نص هون ونص. أوكي مظبوط؟ هاي الدي سي مهمة لأنه شو راح أعمل الآن هلا؟ راح أحط فلتر. الفلترنج ايش راح اعمل؟ كاني ايش عمالي باخذ؟
الافرج على 2 باي مظبوط. فالان اذا هذه اللي هون ضربتها في حالها ضربتها في نفسها وهي لها فريكونسي اوميجا تي او اف اعطتني ضعف الفريكونسي ودي سي. هي ضعف الفريكونسي وهي دي سي مظبوط. كيف بدي اطلع هذا الدي دي سي وافصله عن كوساين اوميجا تي؟ ايش احنا عملنا هون؟ او بشكل عام لو بدي اعملهم افصلهم امتناع عن بعض شو راح اعمل الان؟ لو باس فلتر ايش راح يطلع معي؟ يا بيطلع بلس 1 يا بيطلع ماينس 1. اوكي؟ طب لو كانت الزاويه 90 على فكره شو بيطلع معي؟ زيرو. لو كانت الزاويه بين تو سيجنالز ضربتهم ببعض راح يطلع معي هذا الدي سي كومبوننت زيرو وراح يطلع معي توايس بالفريكونسي. طيب شوفوا هلا هون بدنا نكمل هلا هاي راح يصير عندي هلا في او الساين راح اخذ الان 1 على 2 باي من 0 ل 2 باي مش هذا هو الافرج كي 3 نطلعها برا شو بضل عندي جوا؟ نص زائد او خلي حتى النص نطلعه برا راح اطلع هذا النص برا شو بضل عندي جوا؟ 1 زائد كوساين 2 اوميجا تي دي ايش؟ دي اوميجا تي انتبه لانه انا عمالي بعمل تكامل على زاويه مضبوط هذه ايش وحدتها؟ راديانس فاذا هذا الفاريبل هون راديانس ايش لازم يكون الفاريبل هون؟ كمان راديانس دي اوميجا تي طلعنا احنا اثنين برا مش هيك؟ هي اثنين برا من هون هلا كمان شو كان اعمل؟ ما دامها سيمتريكال بقدر اخذها من زيرو لباي وايش اعمل؟ بس اتاكد انه هذا صحيح مسموح فيه او مش مسموح فيه، اوكي؟ هي صار عندي هذه ايه؟ شو ضل عندي الان هون جوا؟ صار عندنا كوساين اوميجا تي، هلا اثنين بتشطب مع اثنين، صار عندي برا كيس 3 على 2 باي وعندنا هون جوا راح يصير من 0 لباي. واحد شو بتصير؟ اوميجا تي او ثيتا، مش هيك؟ ناقص عفوا او زائد كوساين شو بتصير؟ الكوساين بتصير هلا بدي اقسم على اثنين لاحظوا ما بقسمش على اوميجا ليش؟ لانه تكاملي بالنسبه لاوميجا تي مش بالنسبه لتي لو تكاملي بالنسبه لتي شو كان بعمل؟ بقسم على اثنين اذا بقسم على اثنين احنا عندنا الساين الديفرنشال تبع الساين هو كوساين فالتكامل تبع الكوساين ساين مش هيك؟ 2 اوميجا هلا شو بصير عندي؟ بصير عندي محل اوميجا تي ايش راح احط؟ هاي وبعدين عندي ساين 2 باي ايش بتصير؟ قديش ساين 2 باي؟ قديش ساين 0 ساين باي ساين 2 باي؟ 0 مش هيك؟ ماينس راح احط هون 0 بتختفي وساين 2 0 فكل هذيك بتصير 0 ايش بضل عندي؟ بضل عندي كي 3 على 2 باي وتساوي على مضبوط اوكي او رح يطلع معي طبعا بلس ماينس لازم كملنا في البلس ماينس شو كان رح يطلع معي هو الصحيح؟ بلس ماينس مش هيك؟ رح يطلع معي كونستنت بس انا ما بيهمني الكونستنت مين بيهمني؟ الاشاره فالاشاره اللي بتطلع رح تكون دي سي ورح تمثل انه هلا انا يمين الخط او شمال الخط رح استخرج الاشاره الان من هون كيف بستخرج الاشاره؟ بس بحطه بكومباراتر مثلا مع زيرو فبعطيني هون بلس وماينس وهذا بمثل الاشاره وهذا بمثل البوزيشن هذا عباره عن فيز هو فيز ديتكتر بسيط لانه بس انا عم بفحص ل 0 180